تعزيزات عسكرية ضخمة. قوات طارق تؤكد الجهوزية، ومعركة فاصلة ضد الحوثيين في الحديدة قد تشتعل قريبا. جهة النشر، المشهد اليمني. أكد العميد وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي استعداد القوات لخوض مواجهة حاسمة ضد ميليشيا الحوثي مع تصاعد التحركات العدائية في الحديدة. وأشار الدبيش إلى وصول تعزيزات حوثية ضخمة تترافق مع إنشاء منصات عسكرية، نصب مدافع، وحفر أنفاق وخنادق معقدة في المنطقة، مما يرفع مستوى التوتر. ووصف الدبيش هذا التصعيد بأنه نابع من قلق حوثي كبير، حيث يسعى الحوثيون بحسب قوله إلى ترويع المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية بذريعة مواجهة أمريكا وإسرائيل، بينما في الحقيقة يخدمون مشروع إيران في المنطقة. وكشف عن قيام الحوثيين ببناء مدينة عسكرية تحت الأرض في جزيرة كمران مشابهة للأنفاق التي تستخدم في غزة، ما يحول الحديدة إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بقرار واحد من قيادة الميليشيا. وشدد الدبيش على أن القوات المشتركة جاهزة لاستئناف المعارك في أي لحظة لتحرير الحديدة، مؤكدا أن الشائعات الحوثية حول هجوم مرتقب من القوات المشتركة لا أساس لها، وأن الهدف الرئيسي هو استعادة اليمن من قبضة الميليشيا الإيرانية ووقف تهديدها لاستقرار المنطقة.